من المحاولة، ولكن يمكن نقول بأنه فريق الوداد تعذب، فريق اتحاد البيضاوي استطاع باش أنه يصمد. نشاهد العمل اللي قام بإجرتن عمر النجدي. الآن عمر النجدي لاعبين فريق اتحاد البيضاوي احتجوا بقوة على قرار الحكم، ولكن عدنا لفريق الوداد للتسجيل، ويسجل بكري كوني يسجل الهدف. الوداد جولة ثانية جيدة، التدخل كان جيد لحارس بوناكا، والمتابعة كانت جيدة من توفيق إجرتن يسدد. اغتطمت بالعارضة، إذن زميلنا خالد جديد يعيد المحاولة منذ الأول. إذن الخالقي، تدخل بوناكا كان تدخل جيد، إجرتن تابع الكرة سدد، ارتطمت بالعارضة. سونغوفيارا ارتطمت كذلك بالقائم، ياسين الكحل رفع الكرة وعاد إجرتن مرة أخرى ليسدد بقوة ويسجل الهدف الثاني. إذن هدف إلى صفر. إذن